عليكم ورحمة الله. حديثي ليس عن ملائكة من الملائك، بل عن جبال أنفوا أن يتكئوا على الأرائك. من هم؟ من عبد الله ابن حذافة السهمي إلى شباب المسلمين. قيصر ذلك الجيش الزاحف من صحراء جزيرة العرب المتجه إلى مملكة الروم، قال لرجاله: رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يأتوا به حتى يتفحصهم. لم يكن قيصر داهية فحسب، بل كان سياسيا. كان من الأسرى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقف أمامه فلما رأى قوة شكيمته فبادره قائلا: إني أعرض إليك أمرا، أعرض عليك أن تتنصر فأخلي سبيلك وأحسن مثواك. فماذا قال؟ كادت تستقر تلك الكلمة في أذني حتى قال: هيهات هيهات، والله إن الموت ألف مرة أحب إلي مما تدعوني إليه. قال: إن تنصرت قاسمتك ملكي وأعطيتك نصف سلطاني، فتنصر. فقال له: أعجب قيصر وأعاد له عرضا مرة أخرى، عرض يسيل له لعاب الكثير. قال: إن شئت تنصر، وقسم الله لو أعطيتني ملكك وملك الروم وملك جميع العرب على أن أرتد طرفة عين، والله ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ليس أن أستمر في النصرانية، بل حتى حركة العين ما إذا أقتلك. قال: افعل ما بدا لك. فأمر بخشبة ثم وضع فيها، ثم أمر بقناصته أن يأخذ السهام، ثم أمر أن يرموه عند يديه وهو يعرض عليه التنصر، ثم عند قدميه وهو يعرض عليه التنصر فيأبى. أمر بقدر مغلية بالزيت، ثم نادى أحد المسلمين ثم رماه، طفحت عظامه بيضاء. وعبد الله: والله إن لم تتنصر لألحقنك بصاحبك. قال: افعل ما بدا لك. أنزله من الخشبة ثم لما جروه إلى القدر وهو يغلي نظر إليه ثم بكى، دمعت عينه، فقالوا: الآن سيتنصر. فرحوا. أخبروا من؟ قيصر. فأتى إلى قيصر فقال: ها، أتريد أن تتنصر؟ قال: لا. قال: إذا لماذا بكيت؟ أجزع من الموت؟ قال: والله إني بكيت لأني تمنيت أن نفسي التي ستخرج الآن بعدد شعر جسدي فتموت كلها، تموت كلها في سبيل الله. فالتفت إلي وسرت في جسده الرعشة وارتسمت على قسماته الدهشة: أي إنسان هذا؟ قال: ما رأيك أن تقبل رأسي وأفك أسرك؟ فالتفت إلى المسلمين قال: وجميع أسر المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه ثم ذهب إلى المدينة ومعه جموع المسلمين. فلما وطئت رجله المدينة وقف عمر بن الخطاب قال: حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أبدأ بذلك. فقبل رأسه. هذه القصة بإذن الله نالت إعجابكم واستحسانكم. سأكمل القصص إن شاء الله في الأيام القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.